قال السائل: رجل وصى امرأته ألا تأخذ بعد مماته أموالا من لجنة الأيتام، ما أدري ما المراد بلجنة الأيتام، يعني إذا كانت هناك لجنة تكفل الأيتام ووصى الزوجة ألا تأخذ لأولاده شيئا من لجنة الأيتام، هذا محل تفصيل. هب أن الأولاد سيضيعون، هل نتركهم للضياع؟ هل نتركهم للضياع؟ إذا كان حيا وقال لن أخذ شيئا من لجنة الأيتام وهو فقير لا يستطيع الإنفاق، خطأناه ورددنا كلامه. والنبي قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم العائل المستكبر. فإذا كان الأيتام سيضيع، الوصية لا يعمل بها حينئذ. أما إذا كانوا في ثراء، أبوهم ترك لهم تركة كبيرة وأراد ألا يأخذوا شيئا من لجان الأيتام لثرائهم، حينئذ تنفذ وصيته. أما المرأة كأرملة ليس له عليها سبيل بعد الموت، فإذا قال لها أنت نفسك لا تأخذي أموالا من أحد، ليس لك عليها سبيل بعد وفاتك.